الو، ايه هاني، ايه الاخبار؟ تمام. بقولك ايه، انتوا في دكتور عندكم اسمه محمود عبد السلام؟ طب انا عايز احضر له محاضره. النهارده هنكمل شغل في الجزء اللي حضرناه من هاملت وعملنا له تحليل نص وشخصيه. يعني المفروض تكونوا حافظين صمت، لان انا ما عنديش استعداد لاي واحد او واحده يطلعوا يهبلوا ويستعرضوا جمالهم ويخف دمهم. مين اخر اتنين طلعوا؟ احمد يحيى ورباب. اللي بعدهم يطلعوا على طول. هنبدأ منين يا دكتور؟ مولاي الأمير هاملت. مولاي الأمير هاملت، لعلك بخير يا سيدي. إني بخير فلك الحمد يا جميلتي. مولاي، بودي أن أعيد إليك الهدايا التي حظيت بها منك. مني أنا؟ كلا، فأنا لا. يا ابني سيب انفعالاتك تطلع، عاوزك تحسسني بكل اللي بيدور جواك. استخدم صوتك، صوتك لازم يرج المكان. يا جماعة، الصوت أهم أداة من أدوات الممثل. حضرتك معانا؟ أنا؟ أيوة. أيوة دكتور، هي معانا. أنا آسف إن أنا ما بلغتش حضرتك، دي الأنسة هند صاحبتنا، وأنا قلت ما يصحش تيجي لحد هنا وما تحضرش محاضرة حضرتك. أي حد عنده ضيف بعد كده يبقى يبلغني قبل المحاضرة. عموما شرفتي، اتفضلوا كملوا. مولاي الأمير هاملت، لعلك بخير يا سيدي. إني بخير. يا ابني أنا مش حاسس بأي انفعال في صوتك. يا دكتور، طبيعة شخصية هاملت إن أزمته داخلية. يا حبيبي، داخلية خارجية المفروض توصلني، صح؟ صح يا دكتور. أنا عاوزك تتصور واحدة ست عجوزة، سماعها تقيل ونظرها ضعيف وقاعدة في آخر كرسي في الصف. انزل يا ابني، تعالى اتفرج عليها. ابتدي يا بنتي. مولاي الأمير هاملت، لعلك بخير يا سيدي. إني بخير فلك الحمد يا جميلتي. مولاي، ودي أن أعيد إليك الهدايا التي. إيه يا بنتي؟ شايفاني بناهد وروحي طالعة، وأنت واقفة زي الشجرة. خدي من أدائي. يلا من الأول. مولاي الأمير هاملت، لعلك بخير يا سيدي. إني بخير فلك الحمد يا جميلتي. مولاي، بودي أن أعيد إليك الهدايا التي حظيت بها منك. مني أنا؟ كلا، فأنا لم أعطك شيئا. بل هي منك يا مولاي، ولا بد أنك تتذكرها كما تتذكر الكلمات الحلوة التي أرفقتها بها. يا أنسة، أنا عادة ما بعملش استثناءات، لكن أنا ما أقدرش أقف في طريق حد عاوز يتعلم. فلو عاوزة تيجي مرة تانية تبي تقولي لزميلك. متشكرة أوي. وأكيد طبعا اللي حصل قدامك النهاردة ده إدالك فكرة إيه اللي ممكن تستفيديه من الدراسة الأكاديمية. لا، للأسف لا أفندم، أنا متعلمتش حاجة خالص. حضرتك بتدرس بطريقة غريبة قديمة جدا لدرجة تضحك. انا لو بتعلم منك بالطريقه دي على ما اتخرج هكون نسيت كل حاجه عن التمثيل. ما كنتش عارفه ان هاملت مسرحيه كوميديه. انا فهمتك من اول ما شفتك، لكن انا اللي غلطان. ادخل واحده زيك محاضرتي؟ بره، اطلعي بره بره. يلا يلا بره بره. Thank you.
قولي ازيك. ازيك؟ في ايه هنا؟ مالك؟ مفيش حاجه. ايه ده؟ انت كنت بتعيطي؟ لا، شكلك مش طبيعي، مالك؟ الراجل المجنون بتاع المعهد اللي حكيت لكم عنه شتمني وهزاني قدام الناس. وشفتيه فين تاني ده؟ رحت احضر له محاضره. يبقى انت اللي تستاهل لما انت عارفه انه رزل وقليل الادب. I really don't understand you. Why did you go there in the first place؟ بقول لك الانجليزي بتاعك انا مش فايقه له دلوقتي. اوكي اوكي، just do whatever you want to do. Go on. Go on. الو. هاي ماما، ازيك؟ انا كويسه. والله العظيم كويسه. هيكون في ايه يعني؟ انت كويس اني لقيتك تاني يا صابر. معلش، محتاج عربيتك عشان نسيت باروكه ولازم اجيبها. قولي لي، انت عندك شغل النهارده؟ لا طبعا، انا ربنا بعتني عشانك، عشان انت اسمتي ونصيبي. هتدفع كام؟ هفولك العربيه. طيب بس بسرعه. ايه يا هند، اتاخرت ليه؟ هو ده اللي هتساعديني. معلش يا علاء، الجمبارس جم؟ اه جم. خد الورق واتصرفي. انت عارفه المشهد؟ اه طبعا. عملت لي ايه في الفيلم التاني يا علاء؟ لا، في اخبار حلوه قريب، بس انت شطارتك بقى. اتكلم جد، والله ليك الحلاوه. الو، ايه طارق؟ اخلص شغلي واعدي عليك.